أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نحن معكم في مواكبة متواصلة للتطورات بعد العملية التي حصلت بالأمس واخترقت أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله وأوقعت طبعا ضحايا، 11 ضحية معلنة حتى هذه الساعة وما يقارب 3000 جريح. طبعا هنالك تحركات كثيرة اليوم ومواقف كثيرة، وصوت لبنان تواكب كل هذه التطورات بتغطية مباشرة. طبعا اسمحوا لي إذا بتريدوا رحب اليوم بالصحافي الأستاذ ميشيل توما، رئيس أو مدير تحرير موقع إسي بيروت. أهلا وسهلا فيك، برحب فيك بيناتنا. بالواقع مثل ما الكل يعني عم بيقول إنه هذه العملية ليست عملية سهلة، عملية غير مسبوقة، فريدة من نوعها، أكيد خلقت جو كمان في البلد غير مسبوق. حضرتك كيف تلقيت هذا الخبر؟ كيف قرأته؟ أولا تحياتنا كل فريق عمل صوت لبنان. شكرا، أهلا وسهلا فيك. أنا حابب بالأول ميز بين شغلتين. نعم. ميز بين الناحية الإنسانية والتموضع السياسي، لازم نفصل بين اثنين. من الناحية الإنسانية ما فينا إلا ما نعبر عن الأسف والحزن يعني لكل الضحايا والإصابات اللي شفناها امبارح، إنه في شباب لسوء الحظ، في كتير ناس فقدوا عيونهم ومصابوا إصابات مزعجة. هذا شيء فعلا مؤسف، ما فينا إلا ما نعمق عن أسف والحزن يعني. وهون بدي شدد على شغلة، بعتقد حنا بلبنان دون حد لل شو بيقولوا بالعربي الشماتة، نعم، مهما كان الطرف اللي بيمر بمأساة مثل مأساة اللي شفناها بأربع آب أو مأساة اللي شاهدناها امبارح، بعتقد لازم نوضع حد للشماتة. لأنه ده شيء من ناحية الإنسانية منه مقبول، وبلش يفوت بالتقاليد اللبنانية. هذا شيء يعني لازم نوضع له حد، يعني إنه بس شخصية سياسية، خصم شخصية سياسية، إنه يصير في تصفية لشخصية سياسية أو طرف سياسي يمر بمأساة، هالشماتة لازم، هيدا التقليد اللبناني لازم نوضع لحد نهائيا يعني. يعني لازم نفصل الناحية الإنسانية عن الموضوع السياسي. كيف تفصله؟ أولا بالتصرف، بتصرف كل شخص، وحتى بالحكي والتعبير وبالمواقف يعني. هلا أنا فيني انتقد وتمعضى حزب الله والخط السياسي لحزب الله، وهذا شيء شخصيا بعمله بشكل مستمر، بس هذا ما بيعني انه لازم روح على شخصي وتهجم على الصعيد الشخصي على المقاتلين وحتى المسؤولين لحزب الله. وحتى ما بسمح لحالي انه انجر للشماتة يعني، بس نشوف مأساة مثل المأساة اللي شفناها امبارح. دونك هيدا شيء لازم يترجم بالموقف، وبالموقف بالمحكي بالحكي وبالتصرف. خليني استاذ ميشيل توما بس اقرا لك كتلة تجدد اليوم عم بتقول انه المحنة الأليمة يجب أن تكون مناسبة جدية لتضامن اللبنانيين وعودتهم إلى لبنان الوطن وإلى كنف الدولة القوية الحامية لجميع أبنائها ومستقبلهم. المفتي عبد اللطيف دريان بيقول لا سبيل لنا إلا أن نكون موحدين مسلمين مسيحيين لمواجهة كل من يتربص بنا شرا. يعني هيدي الابتعاد عن الشماتة جو موجود، صح؟ لسوء الحظ جو موجود، بس هني عم بيقولوا انه نحنا هيدي محنة أليمة وما شمتوا لا كتلة تجدد، وطبعا المفتي أكيد على صعيد الشخصيات السياسية والمراكز القرار على صعيد السياسي، طبعا ما عم نشوف انه في شماتة او مواقف غير انسانية. عم بحكي على صعيد الشعبي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى
على صعيد بعض الكوادر يعني لسوء الحظ، نعم عم بحكي عن الصعيد أيضا. هلا الصعيد السياسي، التموضع السياسي هذا موضوع تاني. آخر طبعا. إذا بدي أعلق على مواقف التجدد وشيخ العقل، فعلا لازم بعتقد كل الأطراف بلبنان تقتنع إنه ما في خلاص أولا إلا من خلال دولة، دولة تجمع الكل، بس تجمع الكل على صعيد متوازن، يكون في توازن بالعلاقة بين الأطراف السياسية. هيدا أولا. ثانيا لازم كل الأطراف وخاصة حزب الله يقتنعوا إنه حلهم اللبنانية يطالبوا بسلم أهلي، بجو سلم أهلي، أولا تيرجعوا يتعرفوا على بعضهم، تيرجعوا يعرفوا بعضهم، وتيرجعوا يبنوا سوا بلد ودولة على أي أسس. هذا شيء ممكن يكون موضوع حوار، موضوع تباحث على أسس فيدرالي لا مركزي كونفدرالي، هذا موضوع بحث. بس لازم أي بحث لصيغة جديدة، لازم الشرط الأساسي لازم إنه نمر بفترة سلم أهلي، فترة هدوء، أول العالم يرجعوا يحكوا يشوفوا بعضهم ويحكوا مع بعضهم ويرجعوا يتعرفوا على بعضهم. يعني من المؤسف يعني استاذ ميشيل توما انه بعدنا هلا بعد 100 سنه بنرجع بنقول انه بدهم يرجعوا اللبنانيه عن جديد يتعرفوا على بعضهم، بعد كل ازمه بنقول نفس الشيء وبترجع الازمات بتولد حالها تتوالد. صح، يمكن لانه ما انطرح الموضوع العلاقه بين اللبنانيه والصيغه اللبنانيه بشكل كتير صريح ومن دون لف ودوران. في مشاكل، في عم نمر بأزمات، وفي مشكلة بالتعاطي مع بين كل الأطراف السياسية، وفي مشكلة أساسية بالنسبة لدور ووضع لبنان بالمنطقة. نعم. وهذا هون المشكلة الأساسية، إنه في بعض الأطراف عندهم نظرة لدور لبنان ووضع لبنان بالمنطقة ما ممكن تبني دولة وما ممكن تبني وطن. فبالتالي لازم نعرف حالنا، يا بدنا نبني وطن ودولة سوا، أو إذا في طرف عنده مصر إنه يكون إنه هو بيكون حجر مثل لعبة الشطرنج، حجر بس ضمن لعبة إقليمية كبيرة، ساعتها بده يلعب هو لوحده وباقي الأطراف مش بس مسيحية يعني، ساعتها بيرجعوا ينظموا حالهم بطريقة أخرى وبتموضع تاني. ففي مشكلة وجودية لازم تنطرح بكل صراحة وبكل شفافية وبشكل جذري، وساعتها نشوف طيب. يا فينا نوصل لقاسم مشترك، أو ساعتها نشوف كيف إنه نرجع ننظم العلاقة. بس هذا استاذ ميشيل توما موضوع كبير، يعني هذا موضوع كبير، مش يعني نحن بلكي يلتقوا كتلتين او اكثر من كتله على نفس الموجه ما عم يلتقوا. مين ما بدنا شاف دوركستر، دائما نحن بلبنان بدنا شاف دوركستر كبير قادر يحظى بثقة الجميع لحتى يقود هيدا الموضوع، لحتى مش كل مرة نتعثر نرجع نقع بنفس الشغلة. وهي على ما يبدو كلها نابعة من قلة الثقة من بعضنا، يعني هيدا بخاف من هيدا وهيدا بخاف من هيدا، بيلتجي لأمور، فلان بيقول لك بيطعني بظهري وفلان التاني بيقول لك ما بأمن له وبدي روح وبدي انفصل، يعني كل هالأمور. مين شيف دوركستر؟ هلا انوجد شيف دوركستر سنة 82 ورئيس بشير جميل، وشفنا شو كانت النتيجة. اوكي، من وقتها ما في شيف دوركستر لسوء الحظ. الشيف دوركستر ما ممكن يكون طرف أجنبي، لازم برجع بقول للأطراف السياسية تقتنع انه لازم توضع انه تقعد حول طاولة حوار، تنوضع كل
الأزمة الوجودية تنبحث بشكل صريح وشفاف ومن دون لف ودوران. هون لسوء الحظ بدنا نقولها يعني فصلنا الناحية الإنسانية، صحيح. خلينا نضطر هلا عن شيء سياسي. لسوء الحظ عندنا هلا بلبنان حزب بإيديولوجيته الوثيقة السياسية اللي انوضعت سنة 85 اللي هو حزب الله، بالوثيقة السياسية اللي هي كانت وثيقة تأسيسية مكتوب بشكل كتير واضح انه كل القرارات الاستراتيجية والقرار بالحلم السلم والحرب، كل القرارات الاستراتيجية راجعة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بإيران اللي هن بسموه الولي الفقيه. اوكي، بهيك وضع بوجود هيك حزب ما ممكن البلد يرجع انه يرجع ينبنى، ما ممكن نرجع نملي دولة. ما في بعتقد بتاريخ العالم ما في ببلد حزب سياسي قوي اخذ بالاساس منذ تأسيسه قرار انه كل القرارات الاستراتيجية بترجع لزعيم دولة أخرى. حتى أيام الاتحاد السوفيتي، أيام الاتحاد السوفيتي صحيح كان في أحزاب شيوعية وين ما كان بالعالم، وصحيح الأحزاب السياسية الشيوعية كانت عم تتموضع ضمن المحمر السوفيتي، بس ما كان في ولاء لا مشروط وولاء مطلق للاتحاد السوفيتي. وشفنا صار في بتشيكوسلوفاكيا والمجر، صار في انتفاضات ضد الاتحاد السوفيتي. يعني حتى الاحزاب الشيوعيه صحيح كانت تتموضع مع موسكو، بس ما كان في مثل حزب الله ولاء ديني. تنقول المشكله بالولاء حزب الله للمرشد الاعلى انه هو هيدا مبني على اسس دينيه. نعم. على اسس دينيه، فبالتالي اللي هو عن الأسس الدينية، الأسس مطلقة يعني ولا مشروطة. بهيك وضع بهيك حزب ما فينا نبني دولة، ما مستحيل. شو الحل؟ لسوء الحال الحل إنه لازم ينخلق وضع يجعل حزب الله وخاصة الحكم بإيران ينوضعوا بوضع معين انه يتخلوا بالنسبة لإيران عن سياستهم التوسعية بالمنطقة اللي عم تخلق عدم استقرار، وبالنسبة لحزب الله لازم ينخلق وضع انه يقنع حزب الله انه بده يرجع للبنان. نعم. العودة للبنان سياسيا. وهذه ما دوري تكون تتم العملية بطرق عسكرية، انه ما ضروري يكون في عملية عسكرية ضد ايران تا مش استاذ ايران. مين طارح يعمل عملية عسكرية ضد ايران؟ لا الولايات المتحدة يعني. لا بس لا مين؟ لا هلا لازم لا في شغلة، في شغلة انه حاليا عم نعيش نمط حرب مختلف تماما. نعم. عن الحروب السابقة. يعني بس اقول عملية عسكرية ضد ايران عم بحكي عن قصف طيران وكذا، يعني عمليات قصف. نعم. مش انه اجتياح لايران، بس ما هن عم يتفاوضوا، مش رح يقصفوا ايران. إيه؟ يعني وهن دائما قصفوا بيقدروا يقصفوا ايران. يعني شفت عند الاسرائيليه قصفوا المفاعل النووي. صحيح. بسوريا قصفوا المفاعل النووي، بالعراق شفنا انه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انه حلف الاطلسي انه بسربيا انه قصفوا العاصمه. يعني دونك ما دو يكون في اجتياح بالمعنى التقليدي للكلمة، ممكن يكون في ضربات عسكرية. بس حتى هيك ممكن، أنا برجع على طول بعطي مثل حلف الفيلم الجود فادر. بفيلم الجود فادر، وقت الجود فادر يعني بالعربي يسموه العراب بيطلب شغلة معينة من رجل أعمال، رجل أعمال بيرفض له. وقت العراب بيقول للمساعد تبعه بدنا نعرض عليه عرض ما في يرفضه، بدنا نعرض عليه عرض ما ممكن يرفضه، وهيك صار.
بالنسبة لإيران ولحزب الله لازم ينخلق وضع معين، ضغوط اقتصادية ما أكتر بعرف من ايه، هيك. وأكتر من هيك يمكن من ضغوط. لا، ما لازم نستخف بالنسبة لإيران، ما لازم نستخف بالضغوط ما الاقتصادية. حرروا لها أموال. هيدي سياسة، ما هيدي السياسة هيدي يلي عم سياسة بتأدي أوباما، إلى هيدي سياسة أوباما، ايه هيدي سياسة أوباما. وهذا شيء مؤسف فعلا، إنه الحزب الديمقراطي عمليا يكون حرر هالأموال بمليارات الدولارات لإيران. لا إيران. هذا اللي عم بقوله، ما لازم نوصل لهالخطأ. لازم تنوضع إيران بوضع تنجبر توضع حد لسياسات نعم سياستها التوسعية بالمنطقة. وهذا شيء بعتقد إذا في إرادة سياسية منه مستحيل. الصحفي ميشيل توما، خليني انا وياك، ابتعدنا كتير ورحنا بمكان اخر، ونحن اليوم عنا موضوع عم نغطيه. سينضم الينا العميد المتقاعد خالد حمادي، اهلا وسهلا فيك، برحب فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا عميد. بالواقع يعني العملية كما يبدو، كما نقرأ أو كل ما عم تجي معلومات جديدة تبدو معقدة إلى درجة كبيرة. يعني شحنة وص عليها حزب الله، صناعة تايوانية تصنعت بالمجر على ما يبدو. كيف مرقت هالشحنة؟ على مين مرقت؟ مين اللي فخخها؟ كيف فخخها؟ هل تم مثلا، هل هنالك وسيط تم شراءه؟ كل هذه الأمور يعني مبهمة وغريبة وما شفنا مثلها على الأقل في شأن يتعلق بلبنان. يعني بالدرجة الأولى أريد أن ألفت أنه كل المجمعات الصناعية التي تنتج أعتقد لها علاقة بالعمليات العسكرية، ومنها أجهزة الاتصالات، هي دائما على تواصل مع أجهزة المخابرات الوطنية وأحيانا مع أجهزة مخابرات أخرى. لذلك مجرد عملية طلب آلاف من أجهزة البيجر، يعني سواء طلب حزب الله أو غير حزب الله، أو كان هناك يعني وسيط آخر يطلبها، هذا بحد ذاته يرسل أكثر من إشارة إلى أجهزة المخابرات إلى ضرورة مراقبة، يعني إلى أين تذهب هذه الأجهزة. هلأ إذا كان الطلب من قبل حزب الله مباشرة أو أنه هذه الصفقة آتية إلى لبنان، فهذا طبعا كافي، يقدم مؤشرات كافية لكي تفتح شهية الموساد الإسرائيلي على مراقبة هذه الشحنة وإلى أين متوجهة. وبعتقد أنه بالاستنتاج البسيط، يعني إذا كانت هذه الأجهزة البيجر يعني أصبحت خارج الاستخدام تقريبا، حتى بالمستشفيات لم تعد يعني مستخدمة، وبالتالي هذه الكمية يعني يتم الاستنتاج مباشرة أنها آتية إلى تنظيم عسكري، وبالتالي آتية إلى حزب الله. وهذا طبعا ما قد يدفع أو ما دفع الموساد الإسرائيلي إلى محاولة التقاطع، يعني سواء مع أحد في المصنع أو في المخزن الذي خزنت به، أو على طريق يعني شحنة إلى لبنان بأي طريق أتت، إلى يعني الدخول عليها، يعني إذا كان زرع متفجرات كما قيل ولم يثبت بعد، أو إذا كان إلى إجراء عملية إلكترونية في داخلها للتمكن من تحويلها إلى قنابل موقوتة. فأنا أعتقد أن هناك خطأ كبير ارتكب بعملية يعني استخدام هذه الأجهزة بهذه الطريقة التي يظهر أنها لم تكن تحظى بأي نوع من السرية. ثم يجب أن نلفت أنه إذا كان طبعا هذه الصفقة دخلت لبنان طبعا من معابر غير شرعية أو لم تمر عبر السلطات اللبنانية، وهذا كذلك ربما دخلت دول أخرى بهذه الطريقة، يجب أن نعلم أنه كل العملاء الذين يعني ربما يستخدمهم حزب الله على طريق هذه السلسلة، هم يمكن ان يكون جزء كبير منهم يعمل مع الموساد او مع السي اي اي او مع الام اي 6 يعني. وبالتالي نحن نتكلم عن صفقه مكشوفه منذ ان تم تدوين طلب 3000 جهاز يعني بيجر. تفضل تفضل. اي فيعني انا اعتقد انه الصفقه لم تكن يعني تحترم شروط الاحتراف او شروط السريه. هلا وصلت هذه الصفقة إلى لبنان، تم تفجيرها بالأمس. طبعا يعني اللي حصل بالأمس كان صدمة كبيرة لكل اللبنانيين وحزب الله بالمقدمة.
ويعني صدمه على مستويين، اولا على مستوى المفاجاه ان يتم انفجار مجموعه الاف الاجهزه، بضع الاف من الاجهزه بطريقه هالقد متزامنه وقريبه، وان يسقط هذا العدد طبعا من الاصابات، يعني 2000 اكثر من 2700 اصابه، هذا يعني انه هناك 2700 مقاتل او عنصر امني من حزب الله قد اصبحوا خارج المعركة أو تم تحييدهم لمدة أيام أو أسابيع أو ربما بشكل دائم، وهذا طبعا يخلق ثغرة كبيرة على المستوى الأمني وعلى المستوى العملياتي وعلى المستوى المعنوي كذلك، ويستدعي طبعا معالجات عديدة. يعني هذه طبعا صدمة وثغرة كبيرة في منظومة القيادة والاتصال والسيطرة لدى حزب الله، وكذلك على مستوى يعني القدرة على التعويض عن الخسائر البشرية التي سقطت خلال نصف ساعة. طب عميد خالد حميدي، يعني بالحقيقة الكلام يلي عم بتقوله خطير، وكأنه حزب الله لم تمر عليه هالقد تجارب ليقوم بصفقة هالقد غير محمية وغير مدروسة، وهذا أمر يعني يطرح أكثر من علامة استفهام، وربما يربط بموضوع الخرق يلي عم بيتعرض له حزب الله. سؤال التالي، هل هناك حديث انه حديث اسرائيلي عم بينقلوا موقع اكسيوس عم بيقول انه اسرائيل قامت بهذه العمليه الاستباقيه لانه كان في تحضيرات من حزب الله بده يعمل عمليه كبيره باتجاه اسرائيل، وحتى من بعد هذه العمليه التي ادت الى اصابه ما يقارب 3000 من عناصر عم بتقول انه نحن نتوقع رد كبير من حزب الله على اسرائيل، وعم تنقل قوات 98 وكل شيء والاسامي الاخرى الى الجبهه الشماليه. يعني أنا أولا لا أريد أن أبني على أي تصريح إسرائيلي، يعني الإسرائيليين يتقنون يعني لغة المراوغة والنفاق، وبالنهاية يعني هذا عدو مجرم، يعني قادر أن يقول كل شيء ويريد أن يفعل كل شيء، يعني وبالتالي أنا يعني أنه يلعب دور الضحية العدو الإسرائيلي، فأعتقد يعني أنه هذا يعني دور أنا على المستوى الشخصي لا أتقبله. ولكن يعني بدي هي بدنا نعرف انه العدو الاسرائيلي يعني الذي يعني شاهدنا نظام المعركه الجديد الذي ينفذه في لبنان، والذي يعتمد على التقنيات الالكترونيه، التقنيات العلميه في مجال الاتصالات والتصوير وجمع المعلومات واكتساب الاهداف، والمعالجة هذه الأهداف بواسطة درونز أو بواسطة الطائرات. بالأمس شفنا عامل جديد دخل إلى المعركة وهو عملية تحويل أجهزة الاتصال إلى قنابل. وبالتالي أنا لا أرى يعني أول شيء إنه الإسرائيلي سيقوم بعملية برية، أنا أعتقد إنه لن يقدم فرصة لكي لحزب الله لكي يتفوق عليه، لأن حزب الله طبعا لديه قدرات على مستوى المعركة القريبة قادرة أن تقدم يعني أداء. أنا أعتقد أن إسرائيل لن تلجأ إلى عملية برية. السبب الآخر أن إسرائيل لن تصل إلى إحراج الولايات المتحدة، والولايات المتحدة يعني حددت لأن نحن لا نريد توسعة الحرب ولا نريد عملية كبرى على شمال لبنان إلى آخره، فاستبدلت إسرائيل أي اعتداء بهذا الاعتداء الإلكتروني الذي يعني فعل نفع. لذلك يعني هلا سالتيني انه حزب الله طبعا مارق عليه تجارب كثير، ولكن يعني انا اعتقد انه لما نسمع مدير الشركه التي يعني تنتج هيدي الجولد ابولو، فهو قال انه حزب الله تقدم بطلب ل 3000 جهاز، وهن صنعوا هذه الاجهزه عند حدا فرانشايز يعني بهنغاريا. فبالتالي يعني مجرد انا مثل ما قلت لك بمجرد ان يعني أن يتقدم أحد بطلب 3000 جهاز اتصال، هذا فتحت الأعين كفين. لا لا، هو ذاته المعمل عليه أن يخبر الأجهزة الأمنية، يعني مش موضوع مثل أننا نحن هذه دول ما فيها مصالح تحت الدرج. يعني هذه دول تنتج، إذا مصانع تنتج جزئيات لها علاقة بالعمليات العسكرية، فهذه المصانع هي ملزمة بأن تنبئ وتخبر الأجهزة الأمنية عن ذلك. ف
ثم نحن شو عرفنا الجهاز الأمني بتايوان إذا كان يتعامل مع الموساد أم لا؟ يعني واضح أنه بالمعطيات الموجودة بين إيدينا هناك ثغرة كبيرة في عملية استخدام هذه الأجهزة. هلأ ربما حزب الله كان مستعجل ليتخلص من استخدام الخلوي، وبالتالي لجأ بهذه السرعة دون أن يراعي معايير الأمن والحيطة، وبالتالي حصل ما حصل. حصل ما حصل، يعني بالأخير عمليات كبرى بأجهزة كبرى أحيانا يكون فيها ثغرة صغيرة تؤدي إلى إفشالها. نعم. العميد المتقاعد خالد حمادي، نحن نشكرك طبعا المعلومات قيمة وقراءة يعني جديدة ومحترفة بما حصل أستاذ ميشيل توما. طبعا أنا أشار للعميد أشار مهمة، أنه أنا بعتقد مش من مصلحة إسرائيل حاليا أنه تقوم بعملية برية وتحتل قسم من الجنوب، مثل ما كان عم ينحكى انه يمكن يعملوا عملية برية يحتلوا قسم الجنوب يفرضوا شريط امني. صحيح. مثل شريط الامني 10 كيلومتر انوجد بالسبعينات ايام انطوان لحد، بعدين مش مصلحتهم، لانه مثل ما قال العميد انه حزب الله صعيد المعركة الجرية، يعني المعركة على الارض، بيقدر يواجه جيش الاسرائيلي. هيدي اولا. وثانيا انا بعتقد الاحتلال الجنوب يمكن مصلحه حزب الله، لانه بيرجع بياخذ شرعيه جديده، بيرجع بيطرح حاله كمقاومه ضد الاحتلال، وبيرجع انه اخر كم سنه حزب الله خسر كثير على صعيد المشروعيه عمله السياسي، على صعيد حتى بعد 28 كل الحرب اللي خاضها تبين انه حرب لبنان ما له عليها فيها، يعني انه دمر جنوب وتهجر 100,000 لبناني بجنوب، وحزب الله راح له 600 مقاتل. ونرجع للناحية الإنسانية، هذا 600 شاب لبناني، 600 شاب قتلوا لشو؟ لأي هدف؟ نخلي إيران تقوي موقع تفاوضي مع أمريكا؟ ولو ليش بدي ضحي أنا ب 600 شاب لبناني بغض النظر عن تموضوع عن سياسي؟ ما هادو شباب، في شفت مرة الماضي في شباب عمرهم 19 و20 سنة، إنه هادو مش حرام نضحي فيهم كرمال نقوي الموقع التفاوضي لإيران؟ شو لنا عليها بالموضوع؟ حتى إذا بدنا ننظر للصورة الكبيرة إنه في صراع بالعالم بين ضد ما يسمى بالشيطان الأكبر، وحتى هيدي شفنا الرئيس الإيراني من يومين قالوا له لا، نحن الأمريكان إخوة، نحن بنا علاقة جيدة مع أمريكا. اسمح لي أستاذ ميشيل توما، ننتقل للدكتور جورج دبر المدير الطبي في مستشفى أوتيل ديو. يعني امبارح مستشفى أوتيل ديو استقبل أعداد كبيرة جدا من المصابين. دكتور دبر بوزير، أنا يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيك. نحن امبارح تابعنا وهون كنا عم نسمع أصوات الأمبولانس بدون انقطاع عم توصل إلى أوتيل ديو. فيك توضعنا شوي بالصورة، نوعية الإصابات، هل درتوا لبيتوا، هل المستشفيات في لبنان حاضرة، هل بتتطلب الإصابات اختصاصات معينة مثل ما كان عم بيقول دكتور بزري؟ الوضع كان تعب امبارح حشية، على 5 ساعات استقبلنا تقريبا 80 جريح، في عمل امبارح 25 عملية جراحية، اليوم في 20 عملية جراحية عم ينعملوا. أكثرية الإصابات لسوء الحظ هم بالعيون، ونحن من ما بتعرفوا بشبكة مستشفيات معنا الأوبيتال سان شارل كمان استقبلوا 12 جريح، وكمان عزوا أطباء عيون، دون كان في نقص بأطباء العيون، خصوصاً الأجهزة بتكون بمكانات مختلفة عن الطوارئ وقت بنفحص العيون، وكان في شوية صعوبة لهالأمور، هيدي نقصة العيون مشان الأعضاء الأمور أهيئة كانت، جربنا نخلص أعضاء قد ما فينا.
الايدين يعني قد ما فينا نجربنا اصابيع وايدين نخلص عنا جراحين ماهرين بهالموضوع هيدا. وبعد في لهلا تقريبا 12 مريض على اجهزه التنفس بالعنايه الفئه وضعهم الخليج. نعم. يعني الوضع صعب. هل مش عم بسمعك دكتور؟ بس السؤال، هل حضرتك بتعتقد انه في اشخاص سيضطرون انه يطلعوا برات لبنان لتلقي العلاج اللازم؟ نحن عندنا كل الكفاءات بأوتي دو لنساعد المرضى والمجروحين بهالموضوع هيدا، يعني ما في شيء بيتطلب انه نبعث المرضى لهلا. هلا ما بعرف المستشفيات الصغيره عندها تقنيات هي شو الوضع بيصير، بس نحن من ناحيتنا بأوتي دو ما في اشكال بهالموضوع هيدا. عم بنسقوا بين بعضهم المستشفيات، يعني عم بتم نقل اشخاص بحاجه الى عنايه خاصه الى مستشفيات بتملك هيدي الامكانيه؟ مثل ما بتعرفي وزارة الصحة عملت خلية طوارئ وعم بتنسق بين المستشفيات، ونحن عم ننسق بين مستشفياتنا اللي نحن بالريزول، يعني نحن والمستشفى سان شارل بالصيادية عم نساعد بعضنا من ناحية الأطباء إذا في مهارات معينة عايزينها، بعتنا امبارح بالليل مهارات معينة ليساعدون بالعمليات. نعم. عظيم دكتور جورج دبر المدير الطبي في مستشفى أوتيل ديو، يبدو أنه العمل كان أكثر من جيد، وصحيح أنه كان عمل جبار بالماس كاجولتيز، يعني هيدي يعني كانوا عم بيعملوا بهيئة الطوارئ تمارين ودريلز على هيدي الأمور، ما كنا متوقعين أنه تصير طبعا بهيدي الطريقة، بس يبدو أنه كانت ناجحة. ايه هلا في تجربة 4 آب، يعني امبارح اللي شفناه امبارح ذكرنا بـ4 آب على صعيد عدد الجرحى وعلى صعيد وضع المستشفيات لما طاي لحقوا، يعني المستشفى الأمريكي بعتقد استقبلوا 200 جريح يعني بظرف ساعتين ثلاثة، إنه شغلة منا هينة يعني. فبس بعتقد مثل ما قال دكتور إنه في كفاءات بلبنان على صعيد المستشفيات تسمح ان واحد يواجه هيك وضع، بس مش بهالحجم، يعني انه امبارح انه عم ينحكى ب 3000 و4000 جريح منا، الوضع مشابه لـ4 آب. مشان هيك عم بقول من الناحيه الانسانيه لازم نوضع حد لهالشماته، يعني لانه بعرف انه بـ4 آب في بعض الاطراف وبعض الاشخاص انه انبسطوا، يمكن انه بشيء اللي صار بـ4 آب لازم نوضع حد لهالتقليد تنقل. ما بدنا نسميه تقليد، بس انه هيدا الامر يعني صار شائع حقيقه صح. على السوشيال ميديا وبعده لحديت هلا، يعني لحديت امبارح فيك صح. تقرا تعليقات صح. كمان فيها هيدا النوع لازم نفس الوضع على التموضوع السياسي، يعني برجع بقول على صعيد السياسي المطلوب من حزب الله يوضع حد لانتماءه المطلق ولا مشروط اللي له بعد ديني للمرشد الثورة الإسلامية، لازم يرجع سياسيا على لبنان، انه في قيادات سيادية عم بتركز على شيء، انه اذا حزب الله بده يلعب دور الصعيد الداخلي بلبنان، اذا بده يقوي بده يلعب دور. هل ممكن انه حزب الله يعني ما يلعب دور اذا بده يلعب دور بالسياسة. اذا بده يقوي تمركز الطائفه الشيعيه على الساحه السياسيه بلبنان لازم يرجع سياسيا على لبنان، ما ممكن حزب الله يلعب دوره بسوريا وبالعراق وباليمن وبالبحرين وبالكويت وبألمانيا، شفنا بألمانيا السلطات الألمانية سكرت 50 مركز لحزب الله من جمعة جمعتين، ورحلوا ممثل علي خامنئي بألمانيا صحيح. كمان طب بهيك وضع بس حزب الله يلعب هالدور، وشفنا بأمريكا الجنوبية كمان شو كان دوره من كم سنة بالتسعينات، وهذا ربما بخلي أكثر من جهة تتكتل ضده وتصير عملية مثل اللي صارت امبارح، لأنه أكثر من جهاز اشترك فيها طبعا. بقى على صعيد السياسي بغض النظر عن الموضوع الإنساني،
من واجبنا، من واجب كل الأطراف السياسية الداخلية تتوحد، مثل ما اجى ببيان تجمع التجديد وحتى شيخ العقل طايف الدرزي، لازم كل الأطراف السياسية، وهون وليد باك له مسؤولية كبيرة. انه كثير حلو وليد باك يقول انه عم بيتضامن مع حزب الله، بس السؤال المطروح هل بيتضامن مع حزب الله الايراني او حزب الله اللبناني؟ هون لازم يكون الموقف كثير واضح، هون يفرق. خليني انا وياك استاذ ميشيل توما ننتقل الى مكتب التحرير، يبدو هناك جديد. تفضل جهاد، زميلنا جهاد جرجس عم بينضم لنا. صباح الخير. اهلا جهاد. في اول شيء نداءات دم لمستشفيات الرسول الاعظم ومستشفى الروم ومستشفى الشيخ رب حرب في طول النبطية ومستشفى غسان حمود في صيدا مشان معالجة الجرحى. من شوي ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه إصابة السفير الإيراني في بيروت بالغة، والبعض منها قال أنه فقد إحدى عينيه والتانية مصابة بإصابة خطيرة. السفارة الإيرانية نفيت الموضوع وقالت أنه في إشاعات حول الموضوع، ولكن ما وضحت طبيعة الإصابة يلي هي بالأساس مؤكدة من أمس أنه أصيب، ولكن بعد ما بنعرف مدى خطورة إصابته. الإسرائيليين بعد لهلأ ما تبنوا العملية رسميا. الأمريكان عم بيحاولوا يفهموا الإيرانيين أنه هني بعيد عن الموضوع وما لهم علاقة فيه، وأنه نعرفوا فيه قبل دقيقة بدون ما يعرفوا شو هو بالضبط. يعني يبدو أنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أبلغ الأمريكان قبل دقائق من العملية أنه رح يعملوا شيء، ولكن ما وضح لهم شو هو هالشيء اللي رح يعملوا. نعم، هذا أبرز شيء لحد الآن. شكرا لك زميلنا بغرفة التحرير جهاد جرجس. إذن هيدي هي يعني هنالك، نحن قد ما قلنا أنه يجب أن نعود إلى بعضنا وكل هالأمور أكيد وضرورية، ولكن هنالك تدخلات خارجية كبيرة جدا يعني، والزيارات المكوكية لهوكستين شفناها، حتى ربما يعني قبل بمرة حتى قال انه هوكستين خدع بيروت وقت اللي اجوا وقال لهم ما في استهداف للضاحية، وتم استهداف فؤاد شكر. وهذه المرة ايضا رجع هوكستين وما مخبرينه حتى، ربما نحن ما فينا نعرف، نحن عم نقرأ انه مش مخبرينه انه نحن بدنا نقوم بعملية بهيدا الكبر، او ربما ما كانوا عارفين انه بتكون هالقد كبيرة او يكون تأثيرها هالقد كبير. هلا ما في شك انه في صراع كبير عم بيدور بالمنطقه وبالعالم بشكل عام، لكن بظل هالصراع الكبير اللي هو اكبر بكتير من لبنان، وقت بنقول لازم نوحد صفوفنا صعيد لبناني، عم بحكي عن كل الاطراف السياديه وكل الاطراف اللي بتوقف بوجه مشروع حزب الله. مش مطلوب انه نوقف بوجه حزب الله كحزب شيعي، مطلوب كل الأطراف، وبرجع بركز هون، كل الأحزاب والشخصيات والأطراف بدي سميها سيادية بغض النظر عن انتماء الطائفي، لازم توحد موقفها بشكل كتير واضح وتعلي الصوت، خاصة تعلي الصوت وحتى يمكن تنزل على الشارع. شفنا امبارح ثلاث أحزاب مسيحية نزلت على الشارع كرمال تجيل الطلاب السوريين. ميشيل توما، بالواقع سمعنا يعني في نوع من التحضير وفي نوع من الخشية من توسيع الأمور لحتى لنختم، لأنه طبعا مؤتمر صحفي أخذ كتير من الوقت. شو آخر كلمة ممكن نختم فيها بهذه المرحلة؟ بدي ارجع ركز على شيء اللي قبل المؤتمر الصحفي، الشيء اللي كنت عم شدد عليه، انه كل الاحزاب والشخصيات والاطراف بلبنان السياديه لازم فعلا يوحدوا موقفهم، يعلوا الصوت وحتى يمكن ينزلوا على الشارع تيقولوا كفى اولا بالنسبه للجو الحرب
بالنسبة لأي قرار لجر لبنان لحرب ما له علاقة فيها، لازم الشعب اللبناني يسمع صوته ويقول كفى، ويصير في ضغط تا يقتنع حزب الله انه لازم يرجع سياسيا عن لبنان وما يخاف وما يخاف انه في حدا رح يطعنه بالظهر. اذا رجع سياسيا عن لبنان ترجع اللعبة السياسية الديمقراطية، ترجع لعبة عادية يعني. ساعتها ليه بده يخاف اذا فعلا كان منظم وقوي وفعلا كان عنده عادة شعبية قوية؟ لكن ما في واحد يتعامل معه ويبني شيء مشروع سياسي معه اذا كان ولائه المطلق ولا مشروط خارج لبنان، واذا كان هو عم بيلعب على ساحات ما العلاقة بلبنان، بسوريا والعراق واليمن والبحرين والمانيا وامريكا الجنوبية. أنا شيء طبعا شيء يمكن نظرة مثالية، لكن لازم نطرح الموضوع بهالوضوح بهالصراحة وبهالشفافية يعني. نعم. مدير تحرير موقع السي بيروت الصحفي ميشيل توما، أنا بدي أشكرك على حضورك معنا اليوم. طبعا رح يكون لنا لقاءات أخرى. بالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا ابقوا معنا، سنوافيكم بعد قليل بتغطية كمان مستمرة، ابقوا معنا.